حبيب مفروض يكون كبير ويساعي كتير، يساعنا نحنا وأخطائنا وهواجسنا وقلقنا وسلبياتنا. بأغلب الأحيان هو المكان اللي منبوح فيه بكل الأسرار ومنشكيله، بس لما يصير هو المشكلة والشكوى موجهة ضده لمين منشكي؟ أشتكي منه. مشوار نانسي الاحترافي بدأ مع صدور الألبوم الأول محتاجة لك سنة 1998، وبوقتها كانت نانسي بعد على ما قعد الدراسة. قولها كلمة قولها مرة علشان. وبعد 3 سنين صدر ألبوم شيل عيونك عني، وكانت نانسي صارت على ما قعد الجامعة. شيل عيونك عني تركني أعرف غني بعده قلبي صغير محيرني ومحير. دخلت لعالم الفن الباب العريض وعملت توازن بين دراستها وشغلها وربحت على الميلتين. وحياة عيني
اعتراف نانسي عجرم مش بس مجرد قرار أخذته بينا وبين نفسها بدعم كل اللي آمنوا بموهبتها. اعترافها ارتبط بدراسة موسيقية لمدة 6 سنوات. قبل 2003 كانت مغنية مهمة وناجحة بإطار محلي وعربي. بعد هالتاريخ صارت نجمة أولى وحلقت أبعد من دنيا العرب.